السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هالنهار إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال طريقة جديدة وذكية للزيادة في الربح من تربية الأرانب. يعني هي طريقة ذكية في الحقيقة. هالطريقة اللي راني مخدمها في هاد الأيامات هادي، لقيت أن إذا مشيت حتى زوجت الأرانب البلدية مع الأرانب الرومية، خرجوا لي واحد الأرانب اللي هي كروازية. سموهما يعني الميزات ديال هاد الأرانب الكروازية. أرانب الكروازية في الحقيقة هي سلاح ذو حدين. سمو كيوقع أن التربية ديال الرومية كتكون يعني فيها واحد العبء، واحد ضروري. الأرانب الرومية خصهم الدواء ديالهم ضروري، خصهم الماكلة ديالهم يعني ضرورية أنها تعطيهم واحد نوع من 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 الأكل. يعني هما كرشهم يعني البطن ديالهم الجهاز الهضمي ما كي يستحملش أنه تعطيهم أي حاجة. ضروري أنك تعطيهم السيكاليم أو شي حاجة ناشفة، مهم الحاجة ديال الخضرة، القشور ديال الخضار ولا ولا النباتات خضراء، كتدير لهم كتسبب لهم في لا دياري ولا الكوليستريديا ويعني والكوكسيديا كذلك. المهم شي امراض اللي نتوما في غنى عنها. التجربه اللي راني يعني غادي عليها في هذه الايامات ان شاء الله، وهي مزاوجه الارانب الروميه ومع البلديه. كاين اللي غادي يقول لي لان جاني في لي كومونتير واحد السيد قال بلي واش غادي نزوجوا الذكر البلدي مع الانثى الروميه، ولا نزوجوا الذكر الرومي مع الانثى البلديه. الاجابه ديالي راني جاوبته. الاجابه وهي خاص يكون الذكر يكون رومي مع انثى بلديه. يعني هكا ان السائل المنوي ديال الذكر هو اللي غادي يمشي لعند النسوات ديال البلديات. سمو لقيت باللي الحجم ديال 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 الارانب الكروازيه هو الحجم ديال الارانب الروميه، يعني كيكبروا بحال. في نفس الوقت ان الكروازي بحاله بحال البلدي، يعني من ناحيه التربيه ديالاش، وهي انكم تعطيهم اي حاجه ياكلوها. يعني ممكن قشور ديال الخضار، ممكن يعني هما كتكون عندهم مناعه بحال ديال الكروازي بحالهم بحال البلدي. في نفس الوقت يعني هذه هي الهديه ديالي ديال هذا النهار، ان الارانب البلديه راه مرخصين في الثمن. يعني ممكن انكم تخليوا ذكر واحد تحتفظوا به بحال راني داير هذه الطريقه هذه، وتجيبوا نتوات بلديين. هذا هو المربط الفرس ديال هذه الحلقه هذه، انكم غادي يطيحوا عليكم رخاص. يعني نتوه روميه ممكن تشريوها مثلا 200 درهم، 200 درهم ممكن تجيب لكم ربعه ديال النتوات ديال البلدي. يعني ممكن النتوه تشريوها ما بين 50 درهم حتى 70 درهم. يعني واخا الحجم ديالها كيكون بحال هكا بحال هذا الشكل، يعني راه كيبان لكم الحجم ماشي بحال هذا الرومي تبارك الله. يعني كتكون هي صغيره ولكن كتحمل ارانب جايين من عند الرومي اللي هما كروازيين. الكروازي سمو كيوقع انه المناعه ديالو كتكون بحالو بحال البلدي. يعني هذا الفيديو حاولوا انكم تفهموه مزيان وتشوفوا يعني تفهموا الفكره اللي بغيت نوصل لكم. يعني غادي تخدموا بحال اللي غادي تربحوا واحد 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 الجانب من البلدي وجانب من الرومي. الرومي غالي في الثمن والبلدي رخيص في الثمن. غادي تشريوا النتوات اللي خصهم يكونوا يعني بزاف ديال النتوات. يعني ممكن انكم كمبتدئ ديروا ربعه مثلا وذكر رومي. سمو غادي يوقع غادي تخدموا بالطريقه كانكم كتربيو الرومي، وفي نفس الوقت المناعه ديال ورابحين المناعه ديال البلدي. بالنسبه للماكله ديالهم اعطيهم اي حاجه. يعني ديك الخلفات ممكن انكم تعطيهم اي حاجه كيعيشوا كانهم بلديين. الحجم كيولي يعني في 3 شهور ممكن انكم تحصلوا على 2 كيلو مزيان. يعني بالنسبه للارانب البلديه
جوج كيلو خاصها تكون تفوت ست شهور، يعني الدوبل ديال المده. في حين ان الى لاحظتوا الرومي، الرومي كيكبر دغيا دغيا، غير هو الثمن ديالو غالي. انا دابا هو الفكره اللي بغيت نوصل لكم، ممكن انكم تبداو بالارانب البلديه، راها انتم غتخدموها كاله ديال الولاده لا غير، يعني غير داك البطن ديالها يعني السائل المنوي غادي يمشي من عند الرومي لعند البلدي صافي. انتم هذاك البلديه محتاجين منها غير البطن ديالها، ما محتاجيش منها السلاله ديالها. هذا هو الفكره اللي بغيت نوصل لكم، بحال محتاجين غير الكادر اللي غادي يبقى ينتج لكم واحد 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 السلاله اللي هي مهجنه في الحقيقه. ما هي روميه، ما هي بلديه، اللي هي كروازيه. هذا الكروازي راه حتى هو مطلوب في السوق، الناس ما كيعرفوا، ما كيفرقوش ما بين الكروازي ولا البلدي ولا الرومي. حنايا السلالات ديال 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 الرومي راهم باينين، اربع سلالات او خمس سلالات، يعني كاين نيوزيلندي، الكاليفورني، بابيون، شارشيلا، المهم اربع سلالات اللي هم تقريبا هما اللي كيخدموا بهم الناس بزاف. ولكن هو قليل، يعني ما غاديش تلقاو البابيون دوريجين، ما تلقاو شانشيلا دوريجين، غادي تلقاو شي حاجه مهجنه. اللهم شريو ذكر، قلبوا على ذكر، ويا النتوات في الرومي راهم قلالين في السوق. ممكن انكم تلقاو ذكر، لان يعني الذكوره الناس كيخرجوه من البيع، ولكن النتوات كيحتفظوا بهم. لذا الطريقه الذكيه وهي انكم شريو ذكر رومي وواحد ربعه النتوات بلديين كمبتدئ، وغادي تخرجوا كروازيين كروازي، غادي تربحوا اللحم كنمو سريع، وفي نفس الوقت المناعه كتكون قويه عندهم. اذا هذه هي الحلقه ديال هذا النهار، راه حلقه مفيده، حاولوا انكم تتبعوها وتسمعوا فيها مزيان، باللي راه هاد الفكره راه في الحقيقه ما دايرهاش شي واحد في شي فيديو. لاحظت ان هاد الفكره طبقتها انا والحمد لله راني غادي عليها. بغيت نشاركها معكم، كنعتبركم عائله. الناس اللي مازال ما شاركوش معايا في القناه ديالي يشاركوا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. الناس اللي عندهم شي مشاكل ديال في خصوص التربيه ديال الارانب، لاحظوا انني كنجاوب يعني في لي كومونتير يوميا، كنقطعها من وقتي، ولكن ماشي مشكل. الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم باش تساندوني ونزيد قدام، وتبقى القناه ديما واقفه، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.